مرشحون للرئاسة، لكن لا يسعون إليها. لا غرابة في ذلك، هم مرشحون مساعدون، لن يواصلوا السباق الانتخابي حتى النهاية. توافقات غير معلنة داخل التيار السياسي الواحد تجعل مرشحا هو الأساس، والباقين خلفه داعمين. ظاهرة فرضتها المناظرات بين المرشحين منذ بضع دورات انتخابية. إذا كانت استطلاعات الرأي تصب في صالح شخص معين في جبهة الثورة، فمنطق الوحدة يستوجب على البقية الانسحاب. اختلف مضمون السباق الانتخابي هذه المرة. غالبية محافظة مقابل مرشح معتدل وحيد آت من الحكومة الحالية، وثان إصلاحي لا يحظى رسميا بدعم غالبية الأحزاب الإصلاحية. انتخابات محسومة النتائج برأي البعض، لكن الشكل لم يختلف رغم ذلك. المرشحون المساعدون حاضرون، واقع جعل من المناظرات منازعات بين معارضين للحكومة الحالية ومدافعين عنها. مناظرات لا تعرض البرامج الانتخابية بقدر الغرق في اتهامات متبادلة يتصدى لها المرشحون المساعدون. خلال الدورات الانتخابية السابقة شهدنا سلوكا لافتا من قبل بعض المرشحين، وهذا ما عزز فكرة المرشحين المساعدين في المناظرات تحديدا لتقوية حظوظ تيار معين. انسحابات المرشحين المساعدين تنتظر انتهاء المناظرات الرئيسية غالبا، وتبرر باستطلاعات الرأي. أما التعويض فيكون بمناصب في حكومة الفائز أحيانا. المرشح المساعد تكتيك بدأ استراتيجية انتخابية وبات ظاهرة مكشوفة لا تروق لكثير من المواطنين الباحثين عن برامج تحل مشكلاتهم. تكتيك نجح سابقا في تسخين الأجواء الانتخابية، والتساؤل اليوم هل سينجح هذه المرة أيضا، لكن دون كشف كثير من المستور كما حصل سابقا. حازم كلاس العربي، طهران.